مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة واسبوع جديد من مساء الخير. مبروك والحمد لله وكل المعاني الطيبة اللي ممكن تتقال النهاردة. 3/7/3 يوليو، الكلمة اللي كنا في وقت من الأوقات كلنا منتظرينها، زي دلوقتي كنا يدوب بدأنا نطمن، لكن النهاردة أكيد مطمنين لما يبقى عندي افتتاح قاعدة بهذا القدر وبهذه القيمة العسكرية على مستوى العالم. أكيد لازم نبقى فرحانين. النهاردة افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القاعدة العسكرية 3 يوليو، وده كان بحضور ولي العهد أبو ظبي وأيضا رئيس المجلس الليبي وكتير من القيادات العسكرية على مستوى الدول كانت موجودة في الافتتاح النهاردة. حقيقي شيء نفخر به، حاجة تطمننا أن بكرة في أمان. اليد الطويلة والذراع الطويل العسكري بيطمنك على أن أنت تقدر تحمي مقدراتك، أن دي مش أول قاعدة عسكرية ليك، أن أنت مش أول قاعدة بحرية ليك، أن أنت بقيت في مصاف العشرة على مستوى ترتيب جيشك البحري على مستوى العالم، العاشر على مستوى العالم. شيء يحترم، شيء كلنا بنفخر به. لكن غصب عني طول اليوم ما عنديش غير كلمة واحدة، الحمد لله. لأن أنا فاكرة زي النهاردة من 8 سنين، 3/7/2013، كنا كلنا يدوب بدأنا ناخد نفسنا، بدأنا نحس إن إحنا بلدنا بدأت ترجع لنا بعد الاختطاف اللي كان حصل لها. زي النهاردة من 8 سنين شفنا القيادات العسكرية اللي قاعدين مع المشير عبد الفتاح السيسي، رؤساء الأحزاب الهامة اللي كانوا موجودين، قداسة البابا، شيخ الأزهر، كل من يمثل الشعب المصري، ممثلين المرأة المصرية، ممثلين الأحزاب المصرية، كل دول كانوا موجودين النهاردة عشان يمضوا ويبصموا ان هم راضيين ومستنيين ان الجيش يقف ويرجع البلد اللي كانت مخطوفة. سنة واحدة بس اتخطفت مننا البلد، ما كناش لاقيين، مش هندور على العيش ولا الحرية ولا البنزين ولا الكهرباء اللي كنا مفتقدينهم في السنة دي. لكن خلينا أقول لكم، الناس اللي نزلت في 30/6 كانت نازلة بس عشان الهوية المصرية، الهوية المصرية اللي كانت بدأت تتسرق مننا. عشان مصر في سنة واحدة كانت بس للأهل وللعشيرة، للأهل وللعشيرة، وكلنا برا الحزبة، مسلمين برا الحزبة، مسيحيين برا الحزبة، مرأة برا الحزبة، أحزاب برا الحزبة، فقط مصر كانت للأهل والعشيرة. 3/6 رجعت لنا مصر، 3/6 خلت كل اللي بيحب مصر موجود في حضور الجيش، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان مشير ووزير الدفاع في هذا التوقيت، واللي حمى مصر كلنا نزلنا، كلنا احتفلنا. كنا يمكن قبل كده بشوية قاعدين بنضرب أخماس في أسداس، إيه اللي هيحصل، الخطوة الجاية إيه، لكن بعد بيان 3 يوليو ابتدينا نطمن، ابتدينا نحس ان احنا في ايد امينه. لكن لما اجي بعد 8 سنين الاقي البلد اللي كانت معظم الدول الخارجيه بتحاربها، حتى بعض الدول العربيه كان بيننا وبينهم مشاكل، مصانع الحداد، ان انا الاقي نفسي دلوقتي موجود في الحفل بتاعي زعماء عرب، كل تقريبا كل المواقع الإخبارية العالمية تناولت افتتاح القاعدة بما يليق بقدر هذه القاعدة العسكرية وبما يليق بمكانة مصر اللي وصلت له الآن. قد ايه انا فخوره ببلدي من الصبح. عايز اقول لحضراتكم النهارده واخدين حتى كل تقريبا التعاطي اللي اخذته وسائل الاعلام العالميه النهارده على قاعده 3 يوليو. نشعر بالفخر، نشعر بالاطمئنان ان احنا خلال 8 سنين فقط وصلنا لهذا الاستقرار الامني اللي وصلني لهذا الاستقرار العسكري، اللي وصلني لهذا الاستقرار الاقتصادي اللي احنا فيه، لاحترام العالم كله. يمكن دي نقطه ما اقدرش اتجاهلها او اتغفلها لانها مهمه جدا، ان انا يبقى لي قدري وقدر مصر اللي يليق بيها، اللي رجعت لمكانتها اللي تستحقها، اللي كانت فقدتها في سنه واحده بس. رجعنا يمكن العصر الحجري، رجعنا الناس بتقول فين مصر دي وفين وايه مصر دي. ويمكن موضوع سد النهضه كان بدايته في السنه اللي هي، ولو حد فاكر في حضراتكم في السنه دي حصل المؤتمر الشعبي الخطير اللي كان على الهوا، واللي كان فاضل شويه شويه يقولوا ان احنا هنبلغ عن اثيوبيا ونسلمهم، اللي يمكن عمل الفجوه الفظيعه بينه وبين الشعب الاثيوبي دلوقتي. كانت سنه صعبه على كل المستويات، لكن 3 يوليو رجع لنا بلدنا اللي احنا عارفينها، و3 يوليو 21 احنا فخورين باللي وصلنا له دلوقتي. عايز اقول ان كان لحد فضل الجيش طبعا، له فضل القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اخذ على عاتقه انه يعبر بهذه البلد فوق كل الفجوات اللي كنا فيها، لكن الاساس
في كل استقرار هو الشعب المصري، الشعب اللي يعني شال روحه على كفه، اللي كانوا طول الوقت بنتهدد، طول السنه اللي كانت ماسكه فيها الجماعه الارهابيه طول السنه دي كنا بنتهدد، الشعب شال روحه على كفه ونزل الشارع. المواطن المصري اللي استحمل الثمان سنين دول كل الاصلاحات اللي حصلت على كل المستويات على كل المناحي اللي احنا شفناها، كان المواطن هو البطل. ما اقدرش اقول غير شكرا ليكم واحد واحد على دوركم وسندتكم لبلدكم وثقتكم فيها، وفقد كل ده علشان كانت هويتها بدأت تتسرق مننا كلنا ونتغرب عنها، نتغرب عنها واحنا فيها، وده كان هيبقى أصعب تغريب. احتفلوا بقاعدة 3 يوليو، والنهارده عندي حلقة كل الكلام على الاحتفال بالعرس اللي كان اليوم واللي لفت نظر العالم كله، وأكيد 3 يوليو دي تستحق الاسم، وكمان هي رسالة للعالم كله. احنا في توقيت صعب، داخلين على منعطف صعب، وانها تكون قاعدة بحرية وفي شمال المتوسط وبجوار ليبيا، كل هذه دلالات. حتى الموسيقى اللي استخدمت اليوم في الحفل هي موسيقى لتفخيم العلاقات العربية المصرية، وده اللي بيعمل عليه جاهدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندي كلام كتير جدا، انا لو قدرت اتكلم ممكن اكمل اخر الحلقة، لكن خلينا نتكلم اثناء الاخبار. هيبقى عندنا ضيوف كمان هيسروا الموضوع اكتر. خليكم معايا، عندي اخبار كتيره كده.